الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما فضل من يسعى في إصلاح ذات البين والعمل على التأليف بين القلوب، وربما أنفق ماله ووقته لأجل ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من مقاصد الشريعة تأليف القلوب، فهذا مقصود عظيم من مقاصد الدين والإسلام، حتى إن الشريعة راعت في سبيل تحقيق ذلك إسقاط بعض السنن من أجل تأليف القلوب وبقاء ألفتها ومحبتها وتآخي النفوس فيما بينها. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. لكن هذه الصفة المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. لماذا؟ من باب تأليف القلوب وبقاء محبتها وتثبيت إيمانها، وهذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أجر عظيم مطلق، وهذا من باب عظمه وفخامته عند الله عز وجل، وفخامته عند الله تبارك وتعالى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، أي درجة الصيام النافلة وصدقة النافلة والصلاة النافلة؟ فقال أبو الدرداء: قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فالإنسان وإن كان مقصرا في صيام النفل وصلاة النفل والذكر النافلة، إذا كان ساعيا بين الناس بإصلاح ذات البين فهذا من أعظم ما يكتب في ميزان حسناته، فهو أفضل عند الله عز وجل من درجة الصائم نفلا أو القائم في الليل نفلا أو كثير الذكر نفلا. فإصلاح ذات البين يعيد لحمة المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويجمع شتات شملهم، فطوبى لمن وفقه الله عز وجل لذلك. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لعبد وفقه الله عز وجل للإصلاح بين المتخاصمين أو بين زوجين أو بين الجارين أو بين الصديقين أو الشريكين أو الطائفتين المتخاصمتين. ألا ترى أن الشارع أجاز الكذب مع أنه محرم في سبيل الإصلاح وتأليف ذات البين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو يمي خيرا. وهذا واحد من الصور الثلاث التي أجازت الشريعة فيها الكذب، وهو الكذب بقصد الإصلاح في ذات البين. فالله الله يا أحبتي بسلوك هذا الأمر، فمتى ما سمعت أن فلانا وفلانا متخاصمين، أو أن فلانة وزوجها متخاصمين، أو أن تلك القبيلتين متخاصمتين، أو أن تلك القبيلة وبينها وبين القبيلة الأخرى شيء من النزاع والخصومة، فبادر، بارك الله فيك بالسعي الحثيث في خطوات الإصلاح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: من أصلح بين اثنين أعطاه الله عز وجل بكل كلمة عتق رقبة، أعطاه الله عز وجل بكل كلمة عتق رقبة، يعني كل كلمة يقولها في سبيل الإصلاح تكتب له في ميزانه بعتق الرقبة. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار، كتب الله له براءة من النار. فيجب علينا أن نكون بنائين فاعلين في مجتمعنا، ومن أعظم ما يبني المجتمع وتتوحد به كلمته هي السعي الحثيث في الإصلاح بين المتخاصمين، والله أعلم.